كنا عايزين نعرف انت عرفت النتيجة ازاي؟ كان شعورك ايه؟ عرفت النتيجة ازاي؟ انا لو كنت حاطط لي اسبوع قاعد في توتر يعني، بس بحاول اخد الناس ليه بقول لي النتيجة قربت وكلام زي كده. طبعا موضوع الاوائل دي ما كنتش اعرف ولا اي حاجة لغاية امبارح، وانا كل شوية بسمع شائعات اللي يقول اول جاب الدرجة النهائية، اللي يقول لا جاب 490، والله اعلم بس يعني الخبر هو اللي وقع على قلبي في الصحافة يعني شوية، ان انا الان من الاوائل البحر. فانا استبعدت الصراحه خلاص، انا قلت خلاص الاوائل علم العلوم البحري، فاستبعدتها شويه يعني. مثلا انا كنت حاسس ان ربنا كبير، ممكن انا اعمل حاجه زي كده، بس والدي يعني حسيت انه ممكن يكون عايش في رهبه او حاجه. وبعدين لما سمعت ان الخبر بتاع الاوائل البحري ده، فاستبعدت خالص بقى، وقلت خلاص الاوائل الحمد لله على مستوى المحافظه او حاجه. قعدت بقى امبارح كل شويه قلت لي ظهرت، لا ما ظهرتش، مش عارف ايه. لغايه لما شفت الاوائل بتاع الازهر، وبعدين كنا مستنيين الأوائل الجمهورية. النهاردة صحيت الصبح مستني المؤتمر بتاع الوزير، قالوا إن هو الساعة 10، قعدت ساعة، صحيت الساعة 10، جيت من الشغال طبعا، وبعدين قعدت بقى الساعة 12 كل شوية يا إخوانا حولوا حولوا حولوا. وبعدين أنا قاعد شغال على فيسبوك، رحت واحد عندي من المؤتمر شغال، رحت قلت له جبت قناة قلت لي واشتغلت بقى، سمعت المؤتمر جيت أول حاجة بيقول النسب، وبعدين راح قال هو بيتكلم يعني دلوقتي طبعا ما فيش ما اتصلوش بينا ولا أي حاجة. هو بيتكلم راح قال الاوائل تقريبا 50 واحد، وقال المحافظات كل محافظه منها كام واحد. راح جه عند كلمه الاقصر، قال الاقصر في منهم اثنين، جت اختي اللي كانت قاعده كان عاملين بيها قدامنا يعني، راح جت ضربتني في كتفي كده، حكيت لها هو يا عم في اثنين تمام. انا خلاص يعني مستبعد اصلا الموضوع، مش عايز حد يرجع بيه تاني. قلت لها ما تهزريش بقى، وضيقت معاها شديت معاها صح، بس يعني طلع شوف على الحجاب ده كلام صح. بعدين برضه كملت في الضم، سمعت ان هو يكون بيبصر، بعدين سمعت انه بيقول راح يروح قال صالح طه محمد خليفه. طب يا جدعان الكلام ده صح ولا ايه؟ يعني ماشي ممكن يكون تشابه اسماء في اسمهم، لكن اسم رباعي تشابه اسماء ده مستحيل. ودي لقيته قالها تاني، انا يعني ما صدقتش نفسي، يا ماما هو صح قال اسمي، ما هو قلت له صالح هو صح قال اسمي. وبعدين سجلت طبعا الحمد لله. وبعدين برضه ما مش مصدق بقى لغايه دلوقتي، لغايه لما لقيت التليفونات بدات بقى مدرسين واصحابي. وبعدين الحاجه الوحيده اللي اكدت لي لما واحد اللي هو كان بس الاستاذ وائل من مكتب الوزير كلمني وقال لي ان الوزير حكمنا بالعكس، بس ما كلمت لغايه لما الوزير كلمني وشفت بقى على التلفزيون كل مسجلات الصحافه.